هذا هو موعد الدخول الرسمي لسنة 2024 و2025 بالجزائر. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. إذا قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالكشف عن موعد الدخول المدرسي للسنة الجديدة، مؤكدة أنه سوف تكون البداية بيوم 21 من الشهر سبتمبر لسنة 2024. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت الوزارة جدولا خاصا بعودة الإداريين والمعلمين للعمل تبعا للخطة المحددة التي تم وضعها، وتبعا للخطة فإن الدراسة يجب أن تبدأ في شهر سبتمبر لسنة 2024، ويكون موعد انتهائها في شهر يونيو لسنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن السنة الدراسية سوف يتم تقسيمها إلى فصلين. أما المواعيد المهمة وهي المعلمين والإداريين يكونوا بداية عملهم في المدارس يوم 7 من شهر سبتمبر 2024، ولكن المفترض أن بداية الدراسة يوم 1 سبتمبر لسنة 2024. بالنسبة لبداية التعليم للطلاب في المدارس يكون بداية من يوم 21 من شهر سبتمبر الدخول المدرسي الجزائر لسنة 2024. أي من هذا المنبر أصدرت وزارة التربية الوطنية أنه سيكون يوم 21 من شهر سبتمبر سيكون بداية التعليم للطلاب في المدارس رسميا ومؤكدا. إذا أعجبكم الفيديو وأردتم وفاتكم بمزيد بما يخص وزارة التربية أو الدخول المدرسي لسنة 2024-2025، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب.